بعد 7 سنوات قضية سعد المجرد ترد إلى الواجهة. تابعوا الفيديوهات والصور مباشرة من المحكمة. وسنبدأ بتفاصيل شهادة سعد المجرد في المحكمة. حسب صحفية قانونية في فرنسا كانت حاضرة في المحكمة، قال سعد المجرد في المحكمة: لقد انتظرت هذه اللحظة لما يقرب من 7 سنوات لأخبركم بكل ما تريدون أن تسمعوه عن هذه الحالة التي آذتني وآذت أحبائي كثيرا. في السنوات الأخيرة مع هذه المشكلة عانيت من ضغوط كبيرة واكتئاب، لكنني حاولت محاربتها وعدم الاستسلام، خاصة بعد 7 أشهر في السجن، الصور الإلكتروني 6 أشهر. حاولت الحفاظ على مسيرتي الفنية، منعت من ممارسة هذه المهنة لمدة 3 سنوات تقريبا بسبب هذه القضية. لقد منحني القاضي الإذن بمواصلة إنتاج الأغاني على اليوتيوب للعيش. ما زلت أعيش بشكل أساسي من مقاطع فيديو يوتيوب الخاصة بي. لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرا للغناء خارج فرنسا. سعد المجرد يوضح أنه يكسب من 10,000 إلى 15,000 يورو شهريا، مما يغطي نفقاته المتعددة في باريس. قال: أنا أعمل بجد من أجل هذا المال، لا إدمان لدي لا على الكحول ولا على المخدرات. كنت أشرب من حين لآخر، ذلك قبل هذه القضية. اعترف سعد بتناول الكوكايين، لكنه نفى بشدة أي علاقات مع المشتكية بالقول لا دليل. أما تفاصيل شهادة زوجته غيتا في المحكمة فكانت كالتالي: استأنفت الجلسة في محاكمة سعد المجرد مع غيتا، وهي زوجة الفنان سعد المجرد ومساعدته السابقة، وتزوجته في شتنبر الماضي بعد خطوبتهما خلال تواجده في السجن الاحتياطي، حيث قالت في شهادتها: إنه شخص محب للغاية، حنون للغاية كامرأة، كان هناك دائما ليستمع لي ولكن أيضا لعائلته. أنا مقتنعة بأن الشخص الذي أعرفه وعشت معه لفترة طويلة ليس الشخص الذي كان من الممكن أن يرتكب الأفعال التي يتهم بها اليوم. دائما ما يكون شخصا محترما جدا تجاه النساء. كان لديه صديقات، لكنني لم أسمع عن مشكلة مع النساء أبدا، لم يقلل احترامه أبدا أمامي. توضح غيتا أن سعد المجرد كان فعلا يتعاطى المخدرات أحيانا، وكان دائما يخبرها بذلك. هذا يعتمد على الحاشية التي يكون معها في المساء. أعلم أنه بريء، لا أعرف لماذا تتهمه هذه المرأة بهذا. ما أعرفه هو أن زوجي يرى الأمر بشكل سيء للغاية منذ 7 سنوات. قال لي روايته للواقع: إنه لم يرتكب الأفعال التي اتهم بارتكابها، وأنا أعلم أنني مقتنعة بكلامه. إنه شخص مريح للغاية، إنه سعيد وهو لا يتغير تحت تأثير الكحول، إنه ودود يحب التحدث مع الناس. كانت هذه شهادة غيتا العلاكي زوجة سعد المجرد التي ساندته اليوم هذا الصباح في جلسة المحاكمة. قال سعد المجرد: أنا معرض للخطأ مثل أي إنسان. وقال أيضا خلال مثوله اليوم الاثنين أمام القضاء الفرنسي أنه مثل أي إنسان معرض لارتكاب الأخطاء، فيما انهارت الفتاة الفرنسية المشتكية لورا بالبكاء عندما رأته، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على مجريات هذه الجلسة. وحول إدمانه على المخدرات، يضيف المصدر ذاته أن سعد المجرد قال للقاضي أنه ليس مدمنا على الكحول والمخدرات، ونادرا ما يتعاطى لهما في بعض المناسبات، مشيرا إلى أن تعاطيه للكوكايين واستهلاكه له في عام 2016 لا يتجاوز الكمية المعقولة. متابعيني، كانت هذه تفاصيل المحاكمة حسب صحفية قانونية تواجدت في المحكمة. شكرا على المتابعة.
Merci, s'il vous plaît.